يقول والدي لديه مؤسسة تجارية وأملاك ولديه حسابات لبعض الناس غير مسجلة بالدفاتر، وشيء يتذكره والبعض لا يتذكره بالضبط، كيف لنا توثيق حساب من يطالب والدي وليس معه أوراق؟ ما اللي ما معه أوراق ولا شهود ليس له شيء. إذا كان ما معه أوراق ولا معه شهود ما يجوز لكم تعطونه من مال والدكم إلا بثبوت. نعم.